سلامتنا تبتحكم تري مقرب ندقكم برنامجنا التابع لهليكم حيث عم نطلع بالتلفزيون إريتريا نتليكو أخبار قدم قلكم وكمال مدهي السلف لعبي الرسوم. أسهم إريتيل كم لا ربح تشرحهم حاكم أقليم عن سبا مثل شعب أمحبرة سكان قردت بكدمات كهرباء لتريحو نيجيريا هجوم انتحر للتلالي بجمهورية مقباي أفريقا هجوم قبقى كسح دوار سبب حمامات قبيكم سلحلات أمرامي. أرس الأخبار تابعت أنحكم ماذا هذه بتفاصيلهم أت إريتيل ملك أسهم لتربع كس أترأس مالكم سلطة وزير مواصلات واتصالات السيد تسفى سلاس برهاني قل إرينا دي بالها بيا حبر الشرحة إريتيل من وقت وقت كدماتو قل أفيح مكسب وما مسلو أتلعب بسبت متى حكومة السنة قل ألف وعشر وسلس ما تنفعتنا إلا لتأكسب مؤسسات قل البو أسهم قلت أسباك مكررت عند حبرة وزير تسفى سلاس تلوكد اللي دي بكبت عاد وخارج لنبرو 704 وسس إريترين دي با مؤسسات 55804 وس أسهم مالكم كم هلو ودحم حظو السبع أسهم بمكسب صافي نايلة مؤسسات التقمص لهما قياس لكس أو مال تتحدد عند بيلا وزير تسفى سلاسي عملية وزعت حظو السبع أسهم لعبة كفالة سنة للسرقل من مهلا على بحساب بانكتو من دند أو حظو اللي يتسلموا قل السبع أسهم سبت هلو تشاف قواكد على بحسابهم قل ندو أدفع قدام ناي سنة حظو سبرك دي بانكة تجارة أريتريا وبانكة عبيات وتجارة أريتريا دي بحلا ناينوسهم حسابات كملت عند حبر هيني اسكلا على بحسابهم سبتي تأمر حزوتهم لينس أو قبل شبكة حبر إريتيل قلندو وأطفا قدام وزير مواصلات واتصالات السيد تسفى سلاسة برهان الدنقوبا سبسهم لي أقنعوا بحقبهم بسبت أقبو شكل إريتيل عملية كفلة وبعد مسلو لقيس كديات قل أمرو دول حزو مؤسستهم فتح وناس حد سبت تتبع بابا كسود كمسلتو أفهمهم حكم أقليم عن سبا السيد علي محمود مثل سكان إدارة دوايح مزرت هبرو تعدا شبه مدينة عريتاي مديرية هبرو دي فعالية برامجات عمار ودور معيا دي بسرقلو هدقا السيد علي دي بحلفة سند من بركانتيا مديرية حمل مالو أسك فلفلة مديرية هبرو لتشكيت قبي تلا سند أسك شبه مدينة عريتاي كم تتقل تقبا وتفيع برنامج كم سلها لا شرحا محجز ماي هبرو تصعد حال قل الركب سب مقدرة دراسة وتفتيش عند قبا قل الشكة كم سلت عند حبر السيد علي شعب أرزاء دوار بواجب عند تنفع من هبرو تقل أدفعت فاقدام مدير عام فرع حرس وأرد السيد بهتا تيدروس بجهته شعب مدانا قل كارر تكم سلوما حفظة ماي وتر بتقل السرقة عند تفانا من وقت توكل الشكة لتصعن حك الزانات وأشران دي برزوقات ماي دور عبس بتودي حرس ري عند التورا تحمل وفواكه قل لعبة قل قدام وأدفع قدام سكان قردات كلام عل عشر ساعات ركوبة لهلو كدمة كهرباء على أقلهم محجز عند أرتعت مرهيو كمسل قبل تقلهم قل كدمات تامم هي منهم للتألف قلات مموما دالا يوم أكدوم سب مؤسسات دي بها بوري قدم لا محجز ماي سبت على أقلهم وراتاتهم أقل تطوره لقباء ومراد زباينهم أقلات مومو محجز كم على أقلهم دحبرو حكومة دي بحلفة سنة تبقى داليتو جنريترات عبود سجولام كمسل هلوات أمرو مسؤول مؤسسة كهرباء فرع قردت السيد كحساي قندر قل إرينا تابع حبري لقاب أهلا جنريترات قياس طاقة لمدينة بأربع مئتاية كمسل عابيو ما أكدام لكدمات قل في حدي بعصر إدارة دوائح مديريات قردت ودقه خطوط لتمدد كم هلان دحبر وهي دي بإنقرني قرساي عد حمد إيرا عشبوت عد كوكوي تكرريت عشقلي وعد همت كهربة قل تقبال لبرنامج كروب تاميم كم سل هلا أفهمها أت دونغو با سيد كحساي نايريم برنامجات مديد كهربة أسك أكانا جرادين كم سلتون دحبرا شعب دي بحفظة لتوتدى عن الدي كهربة دورو قل قدم هينت فانان أنفار مجلس أقليم قبلت بحر قياح دي بعصر وراء بعيروتو باجتماعو مجلس التهد قاتو قارات والحلفة قرارات وفيناتا تقل سكان مديرية قندع تو دحبو
تم ديبات مامات كدامات اجتماعيات الداليات بنية تحتية حرس للسرقلة وإيتون لهلا برامجات تودحق ولهبو شعب متنزامن دادا كبا مشاركة تقول لازي تلاكو ديب بدع إلى بابو هو وكيرو لأن بتأشكال بنية تحتية تقلش فق والدين أجني تم قل أطنايتو ولتابعو مجلس لحالة في قراراتكم سلتحبرو مشتركة بجهتهم بديل عج أيلة قبيت أقلت لتتركب بأرضية كل تدفح واجبهم لأت مواطنين هن أرد أبي أسكن قلت هيبهم محجز ما يسيتو مدينة قندع ودنقل للعال حال قلت باسر قلو للبل فينا أقربهم أت مديرية حل حال بقبل هل أتفاز وعطو وراتات نداف أدوار حمام تقعدي بدرجة سريت كم سلبت حدي بيوم 27 أبريل تقبى تقييم شرحها مسؤول مكتب عافية المديريت نرس في المونغوي تمدي بها بيع حبري دي بها مديريت قراء قبوت حمامات بقى بجهد من وقت توقد للتحمى التقير لسجلكم هلا عند حبرة فنتي دي بأسرة تقع عبوتكم سلسجلت هات أمرا تحلفوا أربع ورح دي بمؤسسات عافية لسجلت زاهرة تقعكم ألف عند حبرة هيني شعب لو دي وراتات وما الدقاق مسل كرم قل أزيد دات فانا دير لمديرية السيد حامد محمد علي بجهتهم بل معونة شعب لا تتركب عوتكم ألف عند حبرة ركبت لها اللي تفقري تقل تدكب شعبنا دافة الدوار وقل الحفز ولا فقرة برنامج قل تعود حبر قل لك دم سيد وشرحام المديرية حل حل كدامات للهيبة كل عيادة هالليام دي باقليم قبلة بحر كياح مديريات قل علو فروح باتع شعب دهلاك وقندع لشكو سمهنة عافية وكايل عافية دقاقيت ووكايل شعب دي بعد ما نوت عيان ماي توري ودوار نديف لركز محاضرات هيبة لا فعل ونظر للتلا محاضرات إن دافة الدوار وماي سبب لتفنات حمامة سبت مواطنين معايا لتمرح النظافة تبت وكالت قل سرقولة لأماماتهم وزارة عافية مدير عافية دكتور زموي ألبو دي بها بيت أوديح لما نت ماي توري قلت تأكد فزعت مجتمع بعمت نايسد مقدرة عافية هنا افنتي تقلت عبن دا أتفاقدا معايا لأساس نظافة الدوار بتوك ألا تقلت أتلالي هنا أتفاقدا دي بنظافة الدوار سجلت لليت عوتة في قريت لدي بتعبت مات لليت فزعت شعب تلبيلا دي بس بدا ليت مركزية قندع ميديكال دايركتر دكتور أبراهام أمانيل كلهم مسؤولين مؤسسات عافية مثل مسؤولين إدارة دوائح دي بلتفاهموا مشاركتهم قل عبو تحسبهم تقليم قبلت بحر قيح من هلاك لمت وسسة وسع دقيت مت واربعة وسبع مجتمع لما رح ندافة الدوار ندت نفعيا سبعة واربعة منن كم أكد إياها دي بمناسبة تشرحهم حيسام ما تقبلتنا حق ولا ما تعديته أخبار كاريج ماله هلال مايو دي بمدينة موبي قبلت مفقار صحي نيجيريا بقب أنا يقنا بالهجوم من تحر من لو 11 نفر كمسل تقتلوا وبزحام كمسل جرحوا وعماتها أخبار شرحيا بزحام من نجرو حمد ومعام كمسل تم هيئات عافية دي بشرحوا بزحام هيتام قلوا سك كمسل قدر ما تمروا هيئة أمن الأقليم لأول هجوم دي بقب الجامع لكال أيهين من نحات كلمة مترن دريما كم قب أن تحبرو ابعان اللقب أو سبدحن لأما ما كمسل على شرحو قل دوشة شوت بوكو حرام حات قدرتها تتساقم كم هليت لتشرح حكومة نيجيريا دي بحش من ما تعوتها تقل سرت كم سليك قدرة لكن شرح تلوك دلي دي بأمريكا نا أربع مع زيارة الشغل ودل هلا رئيس محمد بوهاري مثل رئيس دونالد ترامب دي بحالة أمن بعمت قد لأرهابه فنتي تلركز اتفاقيات تقل فرم مسئيت هلام في مدينة بانغوي جمهورية مقباي أفريقيا دي بيوم حتى ما يبقى باهجو ما سلحة كفي فوق قنابل إدي من لو حدو عصر حمس نفر كمسل تقتلوا وزياد حمسة كمسل جرحة وتشرحة بهجوم أوروت أمور من مير حد ديانا سبت قتلها يوم كل مايو أسير أرسلام كمسل وعلى تشرحة ألاف سكان المدينة لهجوم من دسك أو قوات أمن ودي بعد فرور لها لديش حف السلام دحن مواطنين دي بعد منوت لك أدم مدور كم ألا بعد عقبو بحل فورح أبريل فنقديش حف السلام وسلحة ميليشا باك أنت أدقش زياد عسرة وحتى نفركم سلتقتلوا للذكر جمهورية مقباي أفريقيا حقولة دي في سنة 1913 لقب انقلاب حكومة ودد لقد أنت أقد لا سلح شكل ديانات لتسبت أدقش التكم أتيت لتأمر منظمة إنجلس كران دي بعد زياد عسر 1000 ديش حف السلام تفررت من مهليت أسكلا أمن قلت أكد كم سليك أدرت تقارير لحبر
كسحة دوار كل سنة أروحات زي 7 مليون نفر لأفنك مثل هلا الدنيا يتمنزمت عافية دي بيوم حتى ما يتعف قرأتو تقرير بحسات أمرت بأساس لتقرير زياد ربع منا دي بعلمه بسبب حمامات لب وسرطان ورايد للسادف موت بسبب كسحة جولة متى دي بقبي إما بزحم أريد دي بعبوت لهلا دول إيسيا وأفريقيا لهلو كمسلتهم ما تأمره لما نزمت مبللي زي 9 مليون من شعب عالم دي بدوار كسوح كمسل نبرات أمرت الدنيا يتمنزمت عافية لقب الدراسة دي بناي ساتلاي دراسة دي بزياد 4300 مدين لقب أتاينوت للتنكب الدنيا يتمنزمت عافية قلب الدلوت لقب الدنيا يجهد قل شفق لما تورح أكتوبر دي بكسح جو وعافية للركزة الدنيا يو على قل بقى 6 كمسل بامات أمرهم فحيثان مطابلتنا أخبار دي بالله تامم هلا مثل لا تعرف لها برامجاتنا نحققكم.